رسالة في التوحيد للشيخ أبي منصور عبد الرحمن ابن محمد محرم نبات الله ابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة 620 هجري. قال الشيخ فخر الدين ابن عساكر رحمه الله: أعلم رسول الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسية السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما جميع الخلائق مكفولون قدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عالم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فعال لما يريد قدر على ما يشاء له الملك وله الغنى وله العز والبقاء وله الحكم والقضاء وله الأسماء الحسنى لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى يفعل في ملكه ما يريد يحكم في خلقه ما يشاء لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم كل نعمة منه فضل وكل لقمة منه عدل لا يسأل عما يفعل هم يسألون ودود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعد ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان مدبر الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان ولا يشغله شأن عن شأن ولا يلحقه وهم ولا يكتنفه عقل ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل لا تلحق الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء هو السميع البصير أحبكم في الله.